السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم جيت نشارك معكم طريقة سهلة ديال الهريسة الحارة من السماء بالتوابل. كتجي زوينة ولذيذة، وكنشكر شكر خاص لسميرة صديقة ديالي اللي هي اللي عطاتني هاد الوصفة هادي. كناخذوا الفليفله كنغسلوها وكنمسحوها، كنختاروا اللي بغيتوا، يا اما الحمراء يا اما الخضراء يا اما بجوج كما درت انا. وباش ما تجيكمش حاره وقطعه بزاف، من الاحسن الا خلطتوها مع فليفلات حلوين شويه، شي جوج او ثلاثه على حسب الرغبه ديالكم. انا درتها بوحديتها ولكن جات حاره كتقطع. على اي، بعد ما مسحنا الفليفلات ديالنا غادي ناخذ الكسكس وغادي نبخرها. تابعوا معي الفيديو للاخر وبالخطوات ان شاء الله غادي تعرفوا شنو غادي ندير من بعد. ها هي دي من بعد ما تفورات غادي نقيها ونحيد منها الزريعات ديالها. الا كان عندكم القفازات من الاحسن، ما كانش عندي انا، دونك استعملت غير اليدي والسكين، ولكن بحذر لان الا بقيتو كتقيسوها بزاف ومشيتو تحكيتو عينيكم راه صعيبه بزاف. على اين، غادي نكمل التنقيه ديالي ديال الفلفله ديالي وغندوز معكم من بعد شنو غادي. هيا من بعد ما كملتها كاملة بالتنقة ديالها غادي نطحنها في الميكسر او اللي قدرتو غير بالشوكة، على حساب واش بغيتوها تكون جارية او لا قاسحة شوية وعاقدة. غادي ناخد مقلات غادي ندير فيها الكمون، ثوم، المعدنوس والقزبر، مليحة وزيت زيتون، وغادي نشحرها في المقلاة حتى تشرب ديك العطرية اللي درت تما. ومن بعد غادي ناخذ تقريعات ديال الزاج اللي نكون معقمهم وغادي ندير فيهم الفليفله ديالي ونغطيها بزيت الزيتون باش تبقى لي مزيان. ها هي دي من بعد ما وجدت ودرناها في القريعات غادي نغطيها كيف سبق قلت لكم بالزيت البلديه باش نحافظ عليها. كنتمنى انكم تجربوها لمحبي الحار لمرافقه الاطباق ديالكم. دمتم في امان الله والسلام عليكم.